شو هاد؟ كيف حماتنا بتتصرف هيك؟ وأنا كمان عم فكر بنفس القصة. يعني نحن ركزنا وعقلنا وهي صارت سيئة؟ ايه أكيد، وإلا ما كانت فكرت تعمل مشكلة بين هالتنتين وطلبت منا نساعدها. لا، أنا برأيي إنه خالتي ديباكي وكنتها مستحيل يتخانقوا. فينا نخلي أي حدا يتخانق إلا هدول التنتين. بس ما بعرف شو صاير. انسي، اسمعيني. انتي روحي هلأ، بتتذكري شو لازم تقولي، ما هيك؟ ايه. طيب، خليني شوف كيف رح يتخانقوا هالتنتين. يلا روحي. ايه بس دقيقة، ليش لازم روح؟ ها؟ دائما بتدفشيني لقدام وبتروحي حضرتك وبتختفي. بتعرفي اني قديش تحملت بسببك انتي؟ كيف رحت وبعت التياب بهديك البناية وهداك الحارس والمرة تبع المكياج وفطاير البطاطا والشرطة؟ يا الله منك سلسي. شو عملتي؟ بعدي عني، انت هي المسؤولة عن كل شي صار معي. روقي، انسي كل شي صار لأنه كله مرق. كيف فيني انسى؟ ماشي خلص، بعتذر منك، خلينا نتخانق بعدين. ليكي، أول شي لازم نخليهم يتخانقوا. ايه يلا روحي. وبعدين ايه خلص، حاجة تزبطي فيني هيك؟ خلص اتركي من ايدك، مين رح يطلع فيني يا بنتي؟ كلهم رح يطلعوا. ايه طيب، اعطيني دبوس مشان ثبت طرف السارفة. واحد تاني؟ ايه واحد تاني، بدي احطه هون. اعطيكي اللي معي؟ لا لا لا، ما بصير تشيليه عن الساري تبعك. هالساري ما عم يلف، على الاغلب لازم احط له دبوس تاني. اهلين كاش، كأنك رجعتي من احمد. ايه هلا وصلت، من شوي حتى عرفت انكم هون، مشان هيك اجيت بسرعه لشوفكم. كيفهم بيت اهلك؟ كلهم بخير؟ الكل منيح، انت كيفك؟ انا الحمد لله بخير. خالتي، شو انت صرتي جاهزه؟ ايه تقريبا، بس بتعرفي لما بتكوني مستعجله وبدك شغله ما عاد تلاقيها وما بتعرفي وين حاطتيها. ليش خالتي؟ عشو عم بتدوري؟ دبوس مشان الساري. منيحك. طيب تعالي، انا رح اعطيكي واحد من عندي. شكرا لك. يلا طلع معك كل شيء هون. لا ولا يهمك، انا بضل كل شيء. يلا 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 تعالي. رادها، انت طالعه كثير حلوه عن جد، ثيابك كثير حلوه. اسمعي، حطي دبوس ورد بشعرك بتطلعي احلى. روح جيب لك دبوس. لا انا عندي حساسيه من الورد. عن جد؟ بس هذا منيح لك. حتى لو انك كنا، بس عندك حريتك. فيكي تطلعي من البيت امتى ما بدك، ترجعي امتى ما بدك، وتاكلي شو ما بدك، تتصرفي كيف ما بدك، وهالشي بده حمايه ظريفه كتير. صح. ايه مثل حماتك. ايه ليكي، الخاله ديباكي انسانه كتير منيحه وكتير لطيفه، حتى لو انه حكت عنك بغيابك حكي مدري كيف، بس هي من جوا منيحه، ما هيك؟ لا أنا مو قصدي شي مو منيح، بس إنه قبل ما تجوا لهون اتصلت وأنا يلي رديت عليها، قالت لي إنكم جايين وإنه بدكم تزورونا لبين ما تحضروا العرس. وقتها قالت لي رادها كذا، رادها كذا، ورادها عملت هيك، ورادها ساوت هيك، وهيك شغلات. بس لما شفتك وعرفتك أنا ما حسيتك هيك بالمرة.